haben uns tamran der kan der holland in der belgiki ist mir mohim der flamani ist mir der francis ist mir der glinzit mohim الحروف اللاتينيه جمعت كلشي مش صاوب شانش من ند قد سجن اجن الطريقه توضح ذاك المقدمه مثلا مغيره يتهرس ولكن كاع على المدى البعيد المستقبل يوجن نادم مريوفا يجزو ما تفيت الدور انت فينا لان تني الحروف خصنا نستعمل ربما تاخذ المساله 100 سنه او 50 سنه لكي يستطيع مثلا الامازيغ الذي يسكن في الريف ان يستطيع ان يفهم الامازيغ الذي يسكن في الاطلس او في سوس او في المساله جد صعبه. المهم يمكن نقول غير من ناحيه واحد التجربه عمليه درتها انا مشيت لتونس الجنوب ديال تونس تطاوين ومشيت عند الدواور وهدرت مع الناس وكليت كسو تما عرضوني الناس لان لاحظت بان كنهضر مع الناس بالريفيه ديالنا على اساس ولكن غير كتوصل تما كتعرف بان اللام الرا ديالنا هو اللام حنا كنقولوا اسد هو كيقول اسد حنا كنقول ضاع هو يقول اضر حنا كنقولوا وتما كيقول ولتما مثلا حنا كنقولوا هما الدار الا كان غير بيت واحد كيقول هذا زقه زقه حنا كنقولوا السطح الا كان دار كامل كيقولوا اخبوش العكس حنا اخبوش كنقولوا واحد المحل صغير. المهم انا وصلت تما بقيت تما شي اسبوع في الايام الاولى المهم جات صعيبه باش نهضر معاهم ولكن لاحظت بان كاين قواسم مشتركه كبيره بزاف في تونس. يدير شك تعتبر شي ودان خزان دغاش وذا مقرن الاغنيه الامازيغيه شك ذا مقرن ولا ما مش توارد منويه ولا على ذا مقرن فنان يجري فنان نظن دايا كل يوم نسوى زاليس كل يوم نسوى تمام ثامور ثامور في مزيان سيزيك نزيك الجدود الناس قسم زند نشفى دي مزيغناكو فهمان وزميلاتي لا كونستيتيسيون بلا ما تهضر في اللسن فهمت لا نو عربان لا مزيغن لا روميان لا وذايان بصح اي مزوره غير كلي دي مزيغن وكي الى قاتي سرسن دي لا كونستيتيسيون خاطر ميلا ولاش اي مزيغن دي لا كونستيتيسيون حب يقول لك يعني ولي غاره جيكزيست با فهمت دونك لازم انا الحيوان شتاكي يوك اسن قار يوكي لازم الا غد سرسم ميسما ونانا بلي ثا مازيغ تاكي نتسات نتسات يدلس ام زوارو نتمورت المغرب الجزائر نتونس لازي الكناري وكذ ليجيبت فهما ما نوض غردين سافا سي ديجا بيان. هذاك اللي تجي يقول لك وعلاش ما تغنيش بالعربيه قول انت وعلاش ما تروحش تشوف الشاب خالد ولا ناس الغيوان وتقول لهم وعلاش ما تغنيوش انتم بالامازيغيه استدير حاجه اللي يعني راهي سهله عليه باش يقولها لي ليا ما يقولهاش الاخر وعلاه